تحت شعار العالم عالمين ووسط أجواء صيفية كرنفالية، تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط. وشهد المهرجان عدداً من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، حيث أقيمت المباراة النهائية لبطولة تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم. وشهدت المباراة أجواء احتفالية رائعة، كما تضمنت الفعاليات إقامة بطولة تيك بول بمشاركة عدد كبير من مشاهير اللعبة، بينما تتواصل استعدادات الشواطئ لاستقبال الفعاليات الرياضية المختلفة في المهرجان. وإلى جانب الفعاليات الرياضية، يضم مهرجان العالمين العديد من الفعاليات الترفيهية المختلفة، منها الفنية وعروض الأزياء. كما شهد مهرجان العالمين الجديدة حفلات موسيقية وغنائية. ويستمر المهرجان طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر المتوسط، حيث يستهدف استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، ليسهم في وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية كأحد أكثر الوجهات الأكثر جذباً لاستضافة الأحداث الرياضية والفنية.